تتابعونا في العربية اليوم اغتيال 3 شبان فلسطينيين من كتائب شهداء الأقصى في مدينة نابلس، وأيضا استمرار الوساطة الفرنسية لرأب الصدع بين روسيا والغرب، وأخيرا ردود الفعل في تونس على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد. العرب اليوم يأتيكم الساعة 5 مساء بتوقيت غرينتش، 7 مساء بتوقيت القدس. أيضا تابعونا على بثنا المباشر في اليوتيوب.